ودلوقتي مشاهدينا هنسيبكم مع تقرير لأهم الأحداث المقرر حدوثها النهاردة، تعالوا مع بعض نستعرضها بالتفصيل في التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيعرض المركز الثقافي الروسي البيت الروسي بالقاهرة فيلم خرائط النجوم في الساعة 6:30 مساءً بقاعة الندوات، بترشيح وتقديم الدكتور جلال سعيد عضو مجلس إدارة جمعية الفيلم، وبيأتي ذلك في إطار البرنامج الأسبوعي لعروض أفلام جمعية الفيلم. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، واللي بتجمع بين الزمالك وساجرادا الإنجولي في تمام الساعة 6:00 مساءً. اليوم لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة ليفربول مع كريستال بالاس في تمام الساعة 2:30 عصراً، ومباراة مانشستر يونايتد مع بيرنموث في تمام الساعة 5:00، وفي 7:30 لقاء القمة اللي بيجمع بين أستون فيلا صاحب المركز الثالث وأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي.